اشتراكك في القناة وتفعيل الجرس والتفاعل غيخلينا نوصل 100,000 فرد في هذه العائلة بحلول سنة 2023. خيار بين يديك، نضم لحملتنا توصيل القناة 100,000 اشتراك. عرض جديد من فريق فرنسي لأحد نجوم الوداد الرياضي، نشر الموقع الفرنسي فوت ميركاتو، واستنادا لأحد المصادر من نادي أونغي أن الأخير تقدم بعرض المكتب فريق الوداد الرياضي المسير باش يتابط بالمدافع أشرف داري لاعب فريق الوداد الرياضي اللي توج مؤخرا بدوري أبطال إفريقيا، وقريب أنه يتوج رفقة فريق الوداد الرياضي كذلك بلقب البطولة، وكذلك حصل على أحسن مدافع إفريقي في بطولة دوري أبطال إفريقيا اللي اخذها من الكاف. وقال الموقع أنه في حال توصل اتفاق بين طرفي الوداد الرياضي والفريق المذكور، غادي توصل فريق الوداد بمبلغ 2.5 مليون أورو شاملة المكافأة ونسبة مئوية من اللي يتباع اللاعب لنادي آخر. وفي حال وافق فريق الوداد الرياضي على هذا الصفقة، فاللاعب داري غادي يزاور لاعبين مغربيين يتعلق الأمر بسفيان بوفال وعز الدين أناحي. وهذا العرض ماشي هو العرض الوحيد لأشرف داري، بل كاين بزاف عروض جاو لسعيد الناصري وكلهم رفضهم، كما انهم كاين بعض العروض للاعبين ديال الوداد الرياضي مثل الحسوني وجبران وبعض اللاعبين الاخرين. نهاية الفيديو، دمتم في امان الله وحفظه، والى اللقاء.